محمد رضوان المصري، مدير مركز حرف للبحث والتطوير العلمي من اسطنبول. هاي المشاركة الثانية لنا في معرض إدلب للكتاب. جئنا لنساهم في هذا العمل الثقافي الكبير ونشر الكتاب في الشمال المحرر. ما شاء الله في هذا المعرض رأينا فروقات كبيرة، خصوصا في عدد المشاركين والفعاليات المصاحبة للمعرض، فعاليات كثيرة وندوات علمية وحوارات علمية وثقافية صاحبت هذا المعرض. نتمنى من الله عز وجل التوفيق والسداد لهذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى جمعة، مدير دار نقش الطباعة والنشر والتوزيع. نشارك في هذه الفعالية الثقافية الأكبر من نوعها في هذا المحرر. طبعا هذه مشاركتنا الرابعة في إدلب، تقريبا 11 على مستوى المحرر كاملا. شاركنا بأقصى قوتنا، نزلنا ب 100 إصدار حصري بوكالتنا دار منار الفكر، أيضا دار البشير، أيضا دار إشراقة مصر ودار الرموز العربية. نحاول ونسعى جاهدين لدعم الكتاب المحليين، وهذا جل اهتمامنا، ولذلك نزلنا ب 100 إصدار حصري بفضل الله، وهي الأكثر مبيعا كانت في المعرض. نشكر القائمين على هذا المعرض، نشكر الجهود الجبارة التي بذلت لنجاح هذا المعرض، نشكر أيضا المساهمين الذين ساهموا بكامل طاقتهم لإنجاح هذا المعرض. طبعا